اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مؤمنين, let us say صلاة الفاتحة to be a benefit for those who have passed on in the next world. From among our relatives and مؤمنين and مؤمنات and مسلمين and مسلمات بعد الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اثقل على اهل القبور السرور. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين. Let us also do ayat al-shifa to all the mareed and all those who are oppressed. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلوات الله.